رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم في قناتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي للاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. الأهرام المسائي جيري يرسم خطة المستقبل، طريقة هجومية للمنتخب، وسالجادو كلمة السر. ميشيل سالجادو سيقوم بتدريب صلاح كمساعد لخافيير أجيري في مصر. أجيري يشرح فلسفته أو فلسفة مواجهته للنايجر في جلسة خاصة مع اللاعبين، وصلاح يبعث السعادة في معسكر الفراعنة، والفريق الضيف وصل برج العرب. المسا نجوم الفراعنة في حالة تركيز شديد، أجيري متفائل قبل لقاء نايجيريا. أشرف صبحي كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين، ثقتنا كبيرة في الفريق. الإصابات تضع أجيري في ورطة قبل موقعة نايجيريا. المكسيكي يختبر جاهزية مروان ووردة ومحسن الأقرب. محمد محمود لم أتوقع انضمامي للمنتخب، وأجيري اكتشفني في مباراة الأهلي. الأهرام سبورت إقبال على منافذ بيع تذاكر لقاء مصر والنايجر. كرة، سفارة مصر في روسيا تستقبل بعثة المنتخب الأولمبي. الأخبار، المنتخب يحتفل بصلاح بعد ترشحه لجائزة الأفضل عالمياً. أجيري يضع خطة مواجهة النايجر في تدريب اليوم، ومنافسة قوية بين الحراس. المصري اليوم، المنتخب يحتفل بترشيح صلاح للأفضل بأغنية مو. غزال ينضم، نجم ريال مدريد مساعد لأجيري، وطرح 40,000 تذكرة لمواجهة النايجر. الوطن، الملك تحت الحراسة في برج العرب. الدستور، أجيري يطيب خاطر صلاح في جلسة خاصة، ويكلف هاني رمزي بإنهاء ملف إشارة الكابتن. المصور الرياضي يكمل مسيرة المايسترو والتتش، صلاح كابتن الفراعنة. الشروق، العالم يتحدث عن صلاح. الوفد، صلاح حديث العالم. الجمهورية، الصحافة العالمية تتنبأ بتكرار سيناريو 95 الفراري على طريقية. رئيس الكاف، الفرعون فخر الكرة الأفريقية. المساء، أبو ريدة بكل ثقة، محمد صلاح أحسن لاعب في أفريقيا للمرة الثانية. تتويجه باللقب شبه محسوم لأنه الأفضل في 2018. اليوم السابع، إنفانتينو رئيس الكاف يهنئ أنا أبو ريدة بتواجد صلاح في الأفضل عالميا. المسا، فوز البنزرتي، محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم. رئيس الأسبانية جويز من غاضب، كنت أستحق الترشح لجائزة الأفضل هذا العام. الأهرام المسائي، الإسماعيلي يسير على الأشواك، مضوي يظهر العين الحمراء وينتظر شفاء المصابين. المسا، مضوي يحذر نجوم الدراويش، مكانكم مع أهل القمة، والمقصر برا الفريق. يلا كورة، مدير الكرة في سموحة ينفي اشتباك علي ماهر مع محمد حمدي زكي. هنبتدي أخبارنا مع الشروق. الشروق قالت أن أبدى محمد محمود لاعب وادي دجلة سعادته بانضمامه لمنتخب مصر طبعا استعدادا لمواجهة النايجر في التصفيات اللي بتأهل لبطولة أمم أفريقيا في الكاميرون 2019. قال اللاعب، لم أتوقع انضمامي للمنتخب، وجالي خبر اختياري بعد ما بلغني واحد من أصدقائي عشان يهنيني وعن مقابلته بالمدرب المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب. قال أجيري بلغني أنه هو كان بيتابعني في مباراة النادي الأهلي، وأثنى على طريقة لعبي وتسلمي واستلامي للكرة تحت الضغط. كمان اليوم السابع قالت أن تلقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة خطاب تهنئة من إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة تواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في العالم ل 2018 مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس الحالي، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد، بالإضافة طبعا لمحمد صلاح نجمنا. كمان من الأهرام سبورت، الأهرام سبورت قال إن شهدت منافذ تذاكر البيع الخاصة طبعا بمباراة النايجر ومنتخبنا الوطني الأول إقبال كبير جدا من امبارح.
نروح لكورة. كورة قالت إن حرص حمادة علوي عضو السفارة المصرية في روسيا إن هو يستقبل بعثة المنتخب الأولمبي في مطار موسكو، واللي طبعا وصلت النهاردة في الساعة مبكرة الصبح، والمفروض إن هيأدي المنتخب الأولمبي تمرينه الساعة 6 مساء بتوقيت روسيا، ويستعد بعدها طبعا لمباراته الودية بعد بكرة يوم الجمعة قصاد نظيره الروسي. بيسعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب إن هو يجرب كل أو أكتر عدد من اللعيبة في مباراة يوم الجمعة إن شاء الله. دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل، وبعد كده هنرجع معاكم ونشوف إن شاء الله فقرة السوشيال ميديا. خليكم معانا.